منال، نحن حضرنا لك سوربريز. المشاهدين اليوم مش بس رح يتعرفوا عليك، رح يتعرفوا على صبية طموحة حلوة. حلو. تشبهك؟ تشبه كتير مش شوي. بيخلق من الشبه 40 بالشكل والمضمون. بيخلق من الشبه 40. خلينا نستقبل سوا بنتي كارول. أوه. يلي هاي كارول. هلو كارول. كانت عم بتحدد حالها بالوقت اللي بلشنا فيه الحلقه. انا قلت اليوم ما عبالي على تظهر من البيت. قلت ليه اللي على النشاط حبيبي. تفضلي كارول. هاي. هلو. نحن اصرينا انك تكوني معنا لانك وبكل بساطه بتمثلي جيل جديد من الشباب اللي هن مستقبل لبنان، ومن خلالك فينا نتعرف على منال الام، منال بالبيت، وكيفيه تعاملها معك ومع اخواتك ريان ورامي جو. شو بتخبرينا عن منال الام؟ اول شيء قبل ما تخبرينا عن منال الام، انبسطتي انه امك صارت وزيره؟ اكيد، يعني شعور كثير حلو، وصراحه على طول كنت بشوفها بهيدا الموقع، يعني ما كانت استغربت او ماني حاسه شيء جديد، شيء ماني شايفته فيها، كنا كلنا شايفين هيدا البوتنشل فيها، ان كان انا، ان كان العائله، الاصحاب، يعني كل الناس اللي حولنا عن جد بشوفوا قد ايه هي من كل النواحي شيز ان اكزامبلري وومن، ايد سي، يعني عن جد حدا ذات وي ريفير تو رول موديل. وصراحة كثير انبسطت كيف قلت انه انا بشبهها، لانه عن جد اي لايك ذس كومبلمنت. تشبهيها؟ ما بقول لكم انكم تشبهوا بعض؟ ايه، هو هي اكبر بس. بس فرق انا خلص وقفت على ال 29، قلت لهم خلص، يعني كلهم عم يقطعوا مبدئيا بالعمر اولادي يعني بتقول لهم هي اوكي صح 25 بس انا بعدني 29، يعني هي كبر عم تكبر، انا ما عم بتغير. طيب خبرينا، امك قاسية ولا شي از اكول مام؟ ولا بتعرفي، هي العلاقه بين الام وبنتها عاده اكيد علاقه كثير مقدسه على طول، بس انا ما بشوفها از مام، بشوفها اكثر از فريند، يعني كصديقه، كمرجع، كحدا عن جد في اتكل عليه او حدا ارجع له بكل القرارات، ان كان الشخصيه او الجامعيه او هلا العمليه. وحتى كثير ايام كون بدي اخذ مثلا قرار معين او شيء، بتخيلها قدامي او بحط بقول انه اذا هي محلي شو كانت رح تعمل او شو القرار اللي كانت رح تاخده. فكتير مأثرة أكيد فيي وبكل اللي حولنا وبإخواتي وبأصحابي كمان. بعرف أنه مأثرة، كانت عم تخبرني أنه تحت الهواء أنه حتى أصحابها بيعتبروك رول موديل لإلهم. مزبوط، يعني هي إنفلونسر بكل معنى الكلمة. مزبوط، يعني كتير، حتى حدا من أصحابي كان عنده من كم يوم انترفيو قال لي عن جد كنت بس عم بتذكر يور ماما، بتذكر هي شو حكيت لي، وقدر يعمل كتير منيح بالانترفيو. شو اهم شيء تعلمتي من والدتك؟ انا بعرف انه هي يوم تخرجك كتبت لك رساله. لا انتم متفقين علي، انا بشوف اليوم عن جد انا عم نعترف فيها. ست نقاط صح؟ مزبوط. ابرز هيدي النقاط كانت انك تعملي يلي بتحبيه. مزبوط. وانه ما بحياتك تلحقي الماده، ودايما تلحقي شغفك واحلامك. صح. خبرينا اكثر. نحن كلنا ربينا على فكره انه واحد عن جد يعمل شو بحب ويكون على مبادئ معينه من الحياه، انه يقدر يتعامل مع الكل بمساواة، بمحبه، يعطي الحق لكل العالم، واهم شيء كمان المثابره يلي هي البيرسيفيرنس، يلي هي على طول بتسلط لنا الضوء على ثلاث اشياء يلي هن الثري بيز، يلي هي اول شيء الباشن يلي هو الشغف والحلم انه الواحد يكون عنده طموح، ثاني شيء يلي هي البيرسيفيرنس المثابره، وثالث شيء يلي هي البيشنس ويلي هي الصبر. فبهول ثلاث اشياء ما في هدف بعيد، وقد ما كانت نتخيل هدفنا بعيد او شيء صعب نوصل له، كثير بتقرب لنا الصوره، بتحسس لنا انه ما في شيء مستحيل طالما واحد هو عن جد بده يعملها. انا بقول لها ما في شيء امبوسيبل، انت ام البوسيبل. مزبوط فبوسيبل هي اكشلي ام البوسيبل. مزبوط. منال، اليوم بنلاحظ انه ما في فرق بالعمر كثير بينك وبين بنتك، لانك انت تزوجتي على عمر صغير، كان عمرك 16 سنه، جيتي عند بيك قلتي له انا بدي اخطب، حتى عليكي شرط واحد.
مزبوط. هي صراحة قصتي أنا بلشت بهالموضوع، أنا كان عندي حقيقة يمكن أول خبر سيء سمعته بحياتي على 9 سنين لما بي عرفت أنه هو مريض مرض الكانسر، وكان دكتور صلتي الله يطول بعمره هو كان عم بواكبه بكل هالفترة، وكان عنده عمر معين ليعيشه، فصار خايفين علي أنه أنا آخر العنقود كان يعتبر، وكان خايفين أني أكيد شو الخيارات، وما كان عنده أبدا أي ترحيب بموضوع انه البنت تتزوج قبل ما تاخذ شهادتها، وبيعتبر انه الشهاده هي سلاح لنا. ولكن انا كنت استثناء، نحن 4 بنات وشاب بالبيت، وانا كنت استثناء وحقيقه تجوزت خطبت كان عمري 16 سنه ورجعت، يعني حرام توفى الوالد الله يرحمه بعد شهرين. فكان شرطه لزوجي بهذا الموضوع انه اهم شيء عندي شرط اساسي انه منال تكفي علمها. هلا يعني يوسف جوزي يمكن في شرط تفاوضي اساسي ما كان موجود على الطاوله، هو الفتره الزمنيه انه لقيت قد ايه بدي ضلني عم كفي عمري، عم كفي دراستي. فانا ضليتني عم كفي دراستي 25 سنه عم كفي دراستي، وهيدي بعتقد يمكن يوسف كل ما يقول لي بنضلنا عم ندرس بقول له هيدي وصيه بي وانت قبلت فيها، يعني ما فينا نطلع من هالموضوع. فهيدي كانت يمكن الجود بارت. هلا انا بتشكر يعني ربنا، عم نشوف على فكره صور يوسف واولادك بتزامن مع حكي نايس. إيه فانا الجود بارت بالموضوع انه انا رجعت اشتغلت وتعبت وخلصت كل يعني شهاداتي وبعدني عم بدرس لحديت هلا، وقدرت كمان اوصل لمركز هو محبب كثير على قلب بي اللي هي وزاره الاعلام، لانه بي كان مسؤول بوزاره الاعلام وكان عنده يمكن هيدا المشروع اللي هو تطوير الوزاره وتطوير عملها كان محبب على قلبه، فبقول يا ريته بعده طيب لحتى يقدر بالفعل يشهد على الشيء عم نعمله بالوزارة اللي كانت هي محببة على قلبه، عم نحكي من 40 سنة ومن 30 سنة.